قدس الله سره العزيز قدس الله سره العزيز قدس الله سره العزيز ثم الى هادينا مولانا ورشيدنا قدر خواجه حبيب الله شاء قدس الله سره العزيز يا شيخ الحميد
ألف ألف سلام يا شيخ محمد سلطان الأولياء. ألف ألف سلام يا شيخ محمد سلطان الأولياء. يا سلطان كرماء يا سلطان علماء يا من إمام اهدنا الصراط المستقيم في بلد الهند وجميع محبين في السلسلة الصوفية يا شيخ محمد وأنت سلطان كرماء. انظرني بنظرات الرحمة ونجنا من الظلمات في هذا الدنيا واليوم الآخرة. وجميع إخوان وأخوات في هذا السلسلة مبارك وجميع إخوان وأخوات في جميع هذا المجلس مبارك وجميع المسلمين والمسلمات في هذا البلد مبارك يا شيخ شاول حمي سلطان الأولياء. الأمان 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 من أفات الدنيا. الأمان 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 من شر الدنيا. الأمان 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 من شر الشيطان. الأمان 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 من شر الوباء. الأمان 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 من شر السحر. الأمان 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 من كل شر يا شيخ شاول حمي. الأمان 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 يا قادم الإحسان. الأمان الأمان يا شيخ شاول حمي. الأمان الأمان هل أنت صاحب الأمان؟ افتح كل أبواب أمان يا شيخ شاول حمي لجميع المسلمين والمسلمات لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وجمالنا. اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم تضرؤنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل المتعاطب اشتغالنا وإلى الخير ما لنا وأكب بزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. ما نظن ظاهر بين يديك هل لا يخفى عليك. أمرتنا فارتكينا ونحيتنا فارتكبنا ولا يسأل إلا أفؤك فأف عنا. يا خير المعمول وأكرم المسؤول إنك عفو كريم ورؤوف رحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا. فالنفس تجوز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا أمالي إلى جنابك وجها سائلا ويدا ولرجاء ثواب أنت تعلمه. فاجعل ثوابي دوام برلي أبدا. يا ربي أيهم لنا تقواك معتصما فاغفر لنا وارحم يا أرحم رحما. وبالسعادة في الدارين منتلنا والاستقامة دينا الأكرم الكرما. وارزق زيارة طه الهاشمي إلنا واحكم لقاك لنا يا أحكم الحكما. وارزق زيارة طه الهاشمي إلنا واحكم لقاك لنا يا أحكم الحكما. وارزق شفاعة طه الهاشمي إلنا واحكم لقاك لنا يا أحكم الحكما. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حي يا قيوم أهل القلوب تهيأ أصلح لنا الأمر.
في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فهيا أصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فهيا أصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.